بسم الله. الجميل الذي يحب الجمال، خالق هذا الكون البديع كأجمل رسالة حب إلى مخلوقاته. دي حلقة من سلسلة حلقات أحلام نجيب محفوظ، بنحاول فيها نوسع تذوق الجمال الأدبي لآخر إبداعات عظيم الأدب العربي أستاذي الحبيب نجيب محفوظ. النهاردة الحلم رقم 178 يبدأ هكذا: صدر قرار بأن يتولى الوظائف الممتازة والعليا المصريون ممن ينتمون إلى أصول تركية أو مملوكية، فوجدت نفسي في الشارع أسير على غير هدى، حتى ناداني صديقي صاحب دكان الحلواني وعرض علي أن أعمل كاتب حسابات في محله، ولكن جاءنا صوت أبيه من مجلسه بركن المحل قائلا: لا تدع العواطف الشخصية تفسد عملك. فواصلت السير على غير هدى. يا سلام، حلم جميل جميل جميل، يلخص حقيقة الأوضاع في بلادنا، يلخص حقيقة الأوضاع في بلادنا. في بس مفاتيح صغيرة كده تخليك تفهم الموضوع بالظبط. سيبك من حكاية الأصول التركية والمملوكية دي، خليها أصول عسكرية، خليها توريث. ده مجتمعنا من مدة طويلة جدا بقى قايم على انه مجتمع توريث. اللي بتعينه مثلا في النيابة هم اولاد القضاء والمستشارين، اللي بتعينه في الجامعة اولاد اساتذة الجامعة، اللي بيشتغلوا في الفن اولاد الفنانين. حاجة مدهشة، حاجة مدهشة. يعني مجتمع قايم كله على فكرة التوريث، ولذلك ابن الرئيس يفكر ان هو يبقى رئيس. ما هو هي البلد كلها بتتورث، ففكرة انه المجتمع كله قايم على ده. الراوي اصبح ايه؟ بيسير على غير هدى. وخد بالك ان العبارة دي في هذا النص القصير جدا ذكرت مرتين عشان تفهم ان الراوي هنا بيسير على غير هدى. ثم ابو صاحبه قال له ايه؟ لا تدع العواطف الشخصية تفسد عملك. العواطف الشخصية اللي تسببت في هذا المجتمع التوريث أفسدت البلد كلها. فهو العواطف الشخصية ما أفسدتش عمله، ده أفسدت البلد. والراجل الراوي اللي كان ماشي على غير هدى، البلد كلها بقت ماشية على غير هدى. فتلخيص لمشكلة مصر، وكأنه مكتوب الآن، وكأنه مكتوب الآن. ودي عظمة نجيب محفوظ، وهذا ما قدر الله لنا أن نقوله، والله أعلم.